السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد عبر قناة ملوك ساد على اليوتيوب. النهاردة إن شاء الله مع بعض هنتكلم عن تردد قناة الثقافية السعودية، قناة جديدة عبر القمر الصناعي نايل ساد 2023. ويمكن استقبال قناة الثقافية السعودية على تردد حزمة عامة وحزمة عامة، أي يمكن استقبالها في جميع أنحاء الوطن العربي، سواء كنت في أي دولة في العالم أو في الوطن العربي. طبعا القناة تشتغل حزمة عامة عبر القمر الصناعي نايل سات 7 درجات غرب، ولكن لابد من جهاز اتش دي حتى يمكن استقبال تردد القناة، لأن القناة بتعمل على الأجهزة الاتش دي فقط. طيب تردد القناة هيكون هو 12322، 12322 ده التردد مع معدل الترميز، وده بيكون 30,000، 30,000. والاستقطاب هيكون عمودي او رأسي اللي هي حرف الفي. طبعا قناة الثقافية السعودية هي من ابرز القنوات الجديدة عبر القمر الصناعي نايلسات 7 درجات غرب، وبالتحديد موجودة ايضا على القمر عربسات، ولكن هذا الفيديو تردد القناة عبر القمر الصناعي نايلسات. تردد هيكون اخيرا 12322 مع معدل ترميز 30,000، والاستكتاب هيكون عمودي اللي هي حرف الفي. طبعا القناة يمكن استقبالها عبر الأجهزة ال اتش دي فقط. وطبعا تردد القناة تردد حزمة عامة، وقلنا تردد حزمة عامة أي يمكن استقبالها في جميع أنحاء الوطن العربي. التردد هيكون 12322 مع معدل ترميز 30,000، والاستقطاب هيكون عمودي اللي هي حرف الفي. دي كان تردد قناة الثقافية السعودية من أبرز القنوات الجديدة عبر القمر الصناعي نايل سات. ده كان فيديو النهاردة عن تردد قناة الثقافية السعودية. يا ريت الناس في النهاية متنساش تعمل لايك، وانتظرونا في فيديوهات مقبلة عبر قناة ملوك ساد على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.